الحمد لله ربنا وفقنا، ده في دوري السوبر الحمد لله متصدرينه. مشكلة ان احنا كان عندنا ضغط ماتشات الفترة اللي فاتت، منطقة القاهرة والدوري، وعندنا الاسبوع ده برضو كاس مصر قبل نهائي ونهائي. درجنا المباراة والحمد لله اللي كان مطلوب من اللعيبة الحمد لله نفذوه. بنطلع بالمباراة واحدة واحدة عشان انت عارف ان احنا عندنا لسه لاعبين يوم الاربع اللي فات، كان ماتش تقيل، ماتش الجزيرة اللي هو بتاع الكاس. الحمد لله ربنا وفقنا وبنوصل للفرقة، واحنا ده واخدينه اعداد لافريقيا مش اكتر. الحمد لله احنا فرق حوالي 9 نقط، فرق كبير. بس السنة دي انا شايف في تطور كتير في فرق البنات، يعني شايف الجزيرة، شايف الشمس، شايف سبورتنج، الفرقة دي طالعة كويس والحمد لله. يمكن ده فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى ان الماتشات دي وعلو الفرق التانية دي بيساعدنا انا في الاعداد لبطولة افريقيا، وان شاء الله كاس مصر ربنا يسهل ان شاء الله يبقى بتاعنا باذن الله. الفريق جاهز، احنا 18 لعيب جهزناهم كويس قوي، وعندنا ان شاء الله من يوم الثلاث قاعدين في معسكر لغايه يوم الخميس اول ماتش في كاس. لسه بدري طبعا، ما فيش حد كبير على كره اليد. نصيحه انا بقول ان احنا لسه ما عملناش حاجه، عندنا كاس مصر وان شاء الله احترامنا للفرق هو اللي هيخلينا